نحييكم من شركة باور هاوس العراق، نقدم لكم البراند الأمريكي ماركة هويست الأمريكية، الوكالة الحصرية للكابتن حسن فؤاد الشحماني. عندنا كل أنواع زوايا العضلات الأمريكية، تحميل الطابوق وتحميل الأقراص. ونقدم لكم أول جهاز اللي هو جندل العملاء ثماني الحركة، سحب من الأعلى، سحب من الأعلى، سحب أفقي، سحب أفقي، الترايسبس مسند الظهر، وأيضا هنا جمع أسلاك كير وترايسبس وجمع أسلاك من الأسفل ومن الوسط ومن الأعلى. وعندنا غير الثمان حركات، ثلاث لاعبين آن واحد ياخذون عقله، هنا لاعب، هنا ثاني، هنا أمامي، هنا متقابل. واستخدموا القبضة الصخرية للتسلق، الزاوية المنفردة بها شركة هوليوس الأمريكية. راح آخذ فتية بطل نائم شبه أعلى، وراح أراويكم سلاسل البكرات وان الادخال. فقط طابوقة واحدة هي 14 كيلو، اكو شد حلو، وهاي مصعبة شبه أعلى، حتى صوت ماكو. البكرات كاتم، الوزن حقيقي، وزن بي مرعب، حتى لاعبين القوة البدنية، الشد 100%. نجي على الليكويس، تعلمنا سوا. الليكويس هذا حديث موديل 2023، طبعاً الموبايل داخل الجهاز منه، ما خلوا طابوق ولا خلوا اقراص. تلاحظون هنا اكو فلاوين اقراص دائريه للجهاز هوليوس امريكي. هسه نخلي الوزن معتدل اللي هو 82 كيلو. بي سلايد تدفع الوزن براحتك، ايضا تقدر تساعد نفسك بعد على عتله ازيد، تقدر تاخذ بي حتى جولف. جهاز هوليوس الامريكي، جهاز بي سلايد للتقدم والتراجع حسب طول اللاعب، الكتف سيقان الناعم، الترايسب سيقان الامامي. يا جماعه بالهم الوزن خفيف، لا الوزن ثقيل جدا، هذا ترايسب سيقان امامي. اذا خليت الوزن كله هذا الوزن نهايه السلايد، حتى لو تجيب لاعب قوة بدنية راح يعاني. يلا صعدي، راح تسمعون الصوت سقوط الوزن، فلش حتى تصبر. جهاز الطابوق ماله حقيقي، هنا جهاز مثل دواخل والخوارج، هنا طحن المعدة ماركة هوليوس، البنش ضغط ركاب مستقيم ومتقابل، نشر الجانب، مصدر باقات، الجير اللاري، السحب الافقي، مسند الصدر. هنا ناخذ مستقيم او متقابل، نخلي وزن مقبول ثقيل، اول وزن ثقيل، هذا السحب متقابل، تضرب جير تاخذ مستقيم، تاخذ مقلوب نظريات ذاك الرجال. هو الجهاز يحكي السحب من الاعلى الامامي، القبضه الصخريه اللي فردت بها زاويه بركه مع التسلق، متقابل عده زوايا، مقلوب. هو جهاز يحكي امريكي، فتح وسط الصدر. اليوم اغلب القاعات مثل ما صارت الانظار كلها على لاعبين الفيزيك والكلاسيك وعشقها ازيد، كل العالم من البودي بولدينج، لاعبين الكروسفيت، لاعبين الكلاسيك كلينك، خاصة قاعه وولد جيم لتنظم بطولات العراق مع الاتحاد العراقي لبناء الاجسام. ما تستغني عن هذا الجهاز البي في بي دبن حر، انواع الاوزان، التسلق الحر، ايضا التسلق
عمي المتقابل انواع العقله، رفع القدره البدنيه، يعني نقرب المعسكرات عن داخل دوره مال قوات خاصه، هاي نسميها مثل العنيفه يسوونها بلحيم حديد. انت اليوم دخل لك جهاز 2023 بانواع البكرات بانواع الاجهزه وحتى كيس من كيك بوكسنج اصلي ملاكمه مع العقبال مع الاوزان. ايضا حرصت شركه باور هاوس على تقديم الافضل، عندنا اجهزه تحميل طابوق شفتوها الفلاوي، وهنا تحميل اقراص. هذا الجهاز يتمرن به مشاهير العالم وهو مؤسس اللعبه مع جويدر ارنولد شوازنجر، تلاحظونه على الفيس على الانستغرام. يتمرن هاي الاجهزه اللي هي متموجه الحركه وتحافظ على الجسم من الاصابه ومن الانزلاق. البنجر على زاويتين عندك، تاخذ متقابل تاخذ مستقيم، حتى لا تريد مترادف انت ما عندك لود وتتاخذ راحتك. المستوي اللون اللي يعجبك موجود بالشركه، ازرق احمر اصفر رصاصي بنفسجي، طلب خاص يجيك من امريكا للعراق. ماركه هوش الفراشه، تريد امامي تريد خلفي، خلينا على رقم واحد، وزن ثقيل 90 بألعابه، تريد تاخذ متقابل تريد تاخذ عادي. هذا الفتح الفراشه، هذا نسميه متقابل، كل الفراشات حتى بالبروتون لايف فتنس، هنا فتح غير زاويه اللي هو متقاطع على وسط الصدر، عضلات الصدر مو مستقيمه شريطيه بالعرض. جهاز لف الجوانب، العقله المساعده مع البرميه وبها كل القبضات من ضمنها القبضه الاحذيات الصخريه. احنا مسوي تصوير سينمائي كان سوي زوم بس ما بي زوم، بس على مود نطلع لكم دقه حلوه. يعجبني من الجهاز ماراني دم الغزال، طحن المعده او الدفش او الترايسبس. البنج الاعلى اربع اجهزه متعدده اذا طابوك واذا اقراص. المصابة الحرة، هنا تاخذ دبن حر وضغط اكتاف على حماله هوليوس بنج اسفل، والكرسي هذا عندك 99. البنج المستوي والبنج الاعلى منع فقاعتك بدون مصاطب او سيتات الدمبلس او اجهزه الرشاقه، تاخذ قاعه من شركه باور هاوس متكامله بها كل الاجهزه. كير لاين، هذا لاين جالس هولوس، وعندنا كير لاين واقف في زاويتين، هاي الزاويه تعلمنا بسيطه، هاي القائمه، هذا تكوير من بايسبس فوق راس البايسبس، وهاي الزاوية هي اللاري العادي الاختراع على البطل الامريكي المحترف بالخمسينات لاري سكوت، وسمى الجهاز على اسمه. هاي زاوية اللاري. الباك ارك، الدفش الترايسبس، نشر للجانب ودفش الصدر. راح تشوفون ليونة ما موجودة، سقوط مائل، الجهاز سميث موديل 2023، وخلوا حمار على سواد باو عيون باو السقوط. هيها مي اطيعته لان واثق من الجهاز، تاخذ ضغط تاخذ دبني تاخذ بنجات انت مرتاح. كل مكان 125 كيلو، 125 250 250 نص طن، بس احنا العراقيين ما يكفينا هذا الوزن، الصعد اربع لاعبين فوق الجهاز، او تاخذ ديك بريس بجهاز هوست الامريكي. باع القفاضه مرعبه، تفتح القفل ديالك بالخفاض، ديك بريس هوليوست، صعد رجلينك للامام، ضرب هيبس كرسي كان خلفي، رجلينك بالخلف وشعب رجلك طالع، ضربة الدمعه
اضرب رجلك حركة الضفدع شغل الدواخل النهاية الهرس اطبخ رجلينك متلاصقة ضرب خارج بالنسبة له بالنظريات سوي لك هو جهاز يدليك انت بالممارسة تحس به اللاعب الميحش وين يضرب الجهاز هذا اكبر غني دواخل وخوارج بآن واحد جولف واقف تحميل اقراص متموج الحركة طبعا انا ما كفالي راح اعطيه بعد فت علي سلايد اطول اخو لاعب عملاق ترى انهم طلعنا اليوم هذا جولف واقف هولوس بالنسبة الخوات النساء بالقاعات النسائية احلى جهاز هبس يشد المؤخرة تريدين تكبير حط وزن عندك طراوة وعندك دهون تريدين شد اخذ تكرار 4x25 4x15 وما يدفع عليكم ابطال الفيزيك ابطال العالم ابطال الكلاسيك دي يصعد على السباق مع ابطال اسيا محترفين يشد الجولف والكرسيقان وعضلة الهبس قوم اتكلم يا طراوة تبقى مبرلك راح تنزل من نقاطك راح تخسر وايضا عندنا الكرسيقان المفرد كل هاي الاجهزه مارتك هولوس وعجبني اوقف يم جهاز الكروسفيت لان وين تجهز قفات صخريه للتسلق وعندنا قاعه وورد جيم هاي بجدول سنه 2023 راح تصير بطوله العراق للياقه البدنيه والكروسفيت والكاس كلينك وليفوز تروح بطوله اسيا من شركه باور هاوس العراق ماركت هويست